إعلان الجهات الصحية عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في تعز لم يغير شيئاً من ناحية تطبيق الإجراءات الوقائية المعلنة من قبل السلطات المحلية لمواجهة ومنع انتشار الفيروس. لذلك نحن نوجه اليوم من هنا ونحن في إطار استعدادتنا لتهيئة المجتمع والناس لمواجهة هذا الوباء، نقول أنه ينبغي على المجتمع أنه لابد على الناس أن تعي أن هنالك بعض الاستهتار من كثيرين، وهناك أيضاً من بعض المسؤولين وخاصة قيادة الألوية التي تتم يعني في المنافذ عليها أن تنفذ قرارات السلطة المحلية بكل صغرامة. منافذ المحافظة الرئيسية التي أعلن إغلاقها ما تزال مفتوحة أمام حركة الوافدين، والذين قدم البعض منهم من محافظات انتشر فيها الفيروس، ناهيك عن حركة الازدحام الكبيرة في الأسواق التجارية وأسواق القات والتي يتجمع فيها الآلاف بشكل يومي في استهتار واضح عما قد يتسبب به هذا الازدحام في ظل غياب دور الجهات الرسمية في تطبيق القرارات المعلنة. رغم تخوف العالم من مرض كورونا إلى أن نرى الشعب اليمني كما تراه أنت في هذا السوق، وهو دليل على الأسواق الشعبية الأخرى. تنقص التوعية بشكل غير عادي، يعني التوعية غير موجودة تمام. وأيضا الثاني، السبب الثاني أنه الشعب كما ترى أصحاب الدخل المحدود مجبرين أنهم ينزلوا إلى الأسواق. مكتب الصحة العامة بمديرية المواسط يواصل عقد دوراته التدريبية للعاملين في القطاع الصحي بالمديرية، والتي تهدف لتدريب الكادر الصحي على كيفية وقاية نفسه وطريقة التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها. الفريق مكون من 16 عامل صحي، تهدف الدورة هذه إلى كيفية وقاية العاملين الصحيين من هذا الوباء اولا، وثاني وكذلك كيفيه التعريف القياسي للوباء. هنا يقوم فريق الاستجابه الطارئه بتنفيذ تدريب ميداني لحاله اشتباه مفترضه، حيث يتعامل الفريق بعد تجهيزه بادوات السلامه مع الحاله المفترضه وكانها حاله اشتباه حقيقيه، في عملية محاكاة تسعى لتدريب الفريق على طرق التعامل مع الحالات المشتبهة. منافذ ما تزال مفتوحة وأسواق تعج بالآلاف يوميا مع انعدام أدوات الوقاية في ظل انهيار المنظومة الصحية، هكذا هي استعدادات المحافظة لمواجهة أزمة فيروس كورونا. وتبقى جهود مكتب الصحة بالمواسط في تجهيز كادره الصحي نقطة ضوء تبعث على الأمل. فوز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.